الله بالخير متابعين بلاك كوفي. أنا حزام بن راشد كاتب من السعودية، راح أناقش معكم اليوم موضوع جدا مهم يخص الروايات. هالسؤال دائما يتكرر علي، إنه كيف نقدر نقرأ ونتحمس ونكمل رواية كاملة؟ دائما ما نطيح في روايات صعبة، مملة، طويلة، ما نفهمها، وما نقدر نكمل 10-20 صفحة بالكثير ونرمي الرواية. وش الحل؟ إجابة هالسؤال جدا سهلة. المشكلة العادة ما هي في الرواية، المشكلة في القارئ نفسه. ليش المشكلة في القارئ؟ لأن القارئ المبتدئ دائما إذا حب يقرأ رواية يبحث عن الرواية المشهورة أو الرواية الأكثر مبيعا أو الرواية اللي عليها ضجة ويشتريها وهو متحمس. لما يبدأ يقرأها يصطدم بالمحتوى، أحيانا يخالف أفكاره، يخالف الأمور اللي هو يحبها، يخالف حتى الأمور اللي يستمتع فيها بشكل عام. فطبيعي أنه ما يقدر يكمل الرواية ويرميها، لأنه راح يشعر بالملل مباشرة. الحل جدا سهل. شوف أنت كقارئ إيش الأمور اللي تحبها. في روايات اجتماعية، في روايات عاطفية، في روايات غموض، روايات رعب، روايات مخيفة، بوليسية، أنواع كثير. أنت إيش الشيء اللي تحبه؟ بعيدا عن هالرواية مشهورة ولا لا، هالرواية عليها إقبال ولا لا، هالكاتب مشهور أو لا، ابحث عما تحب. ومهم أيضا قبل ما تختار الرواية سوي عنها سيرش على تويتر، على الانستغرام، على جوجل. ابحث عن هذه الرواية، ردود الأفعال، نبذة عنها، عن إيش تتكلم. هذه الأمور كلها مهم، راح تعطيك انطباع عام عن هذه الرواية. ومهم جدا أيضا تحط في بالك أنه مو معنى أن في ناس ما حبوا الرواية أنك أنت راح تكون مثلهم وما راح تحبها. لا، في الأخير أنت لك رأيك، لكن أنت تقدر تستنتج هذه الرواية يعني تخدم ميولك أو تخدم أفكارك وراح تستمتع فيها أو لا. هذا السؤال دائما يتكرر. في روايات كبيرة، روايات حجمها مزعج، ما نقدر نقرأها، ما نقدر نكمل صفحاتها، سردها طويل، معقدة، تحمل أفكار عميقة ما نفهمها كمبتدئين، فلسفية، مش عارف، سياسية. أنت كقارئ مبتدئ لا تختار هذه الكتب أبدا. اختار الكتب ذات الحجم المتوسط، 200 إلى 250 صفحة، 150 صفحة كبداية، علشان تحب القراءة وتتحمس أنك تنهيها. كتاب يعشقون السرد الطويل، الوصف العميق، النقاش لقضايا جدا معقدة، قضايا فلسفية، قضايا وجود، قضايا اعتقادات، أمور كبيرة جدا. أنت كقارئ شاب ومبتدئ وما عندك خلفية ثقافية كبيرة أو ما تقرأ كثير وتحب أنك تبدأ تقرأ، لازم تختار شيء بسيط يحبب في القراءة، ما ينفرك منها. فلكل كاتب أسلوبه. الكتاب القدامى أسلوبهم في الوصف جدا طويل، يعني ممكن يشرح لك موقف 20 صفحة. الكثير من الشباب ما يحب يقرأ هالأسلوب، وفي كتاب لا، يكتب بطريقة سهلة. أنا أتكلم عن نفسي مثلا، أفضل المدرسة الثانية، الطريقة السهلة والسرد السريع اللي يجذب القارئ من البداية وحتى النهاية. لكل كاتب أسلوبه. في النهاية الهدف من القراءة هو المتعة والفائدة. ابحث عن الكتاب اللي يستهويك، اللي يجعلك تستمتع وأنت تقرأ، تتأثر، يجذبك هذا الكتاب، الكلمات تأسرك. هذه أمور كلها مهمة أنك تكمل الكتاب لين النهاية. ابحث قبل أن تشتري، وإذا اشتريت حاول أن تستمتع وأن تضغط على نفسك وتقرأ باستمرار. بعد أول كتاب، ثاني كتاب، راح تحصل نفسك تحب القراءة، تقرأ باستمرار، وتعرف حتى الكتب اللي تحبها وتقدر تختارها بسهولة، وبعدها راح ينفتح المجال أمامك. أتمنى أني قدرت أفيدكم بشكل سريع وبشكل بسيط، عن طريقة اختيار الكتب، عن طريقة البداية في القراءة للقراء المبتدئين. أتمنى أنكم استمتعتوا وأنكم استفدتوا. هذا كان وقتي وأشكركم.